اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الحواريه الثانيه مع ناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير الاستاذ عصام شرطوط، عشان نتكلم معاه من وجهه نظره الصحفيه في الكلام او البيانات سواء من الاتحاد المصري لكره القدم بتاجيل مباراه القمه، وايضا البيان اللي النادي الاهلي اصدره وقال ان لن نخوض اي مباريات قبل مباراه نادي الزمالك. سمعنا وشفنا وجهه نظر الكابتن احمد ابو مسلم، لكن جه دور على الاستاذ الكبير الاستاذ عصام شطوط عشان يقول لنا وجهه نظره في البيان. برحب بحضرتك استاذ عصام. اهلا بحضرتك دكتور عمر، انت اللي منور وكل مشاهدي قناه الاهلي. ربنا يخلي حضرتك. طبعا زي ما حضرتك قلت، احنا سمعنا كلام ابو مسلم ووجهه نظره في البيان وتاجيل مباراه الاهلي والزمالك، لكن وجهه نظر حضرتك اكيد مختلفه، فعايز اعرف راي حضرتك في اولا تاجيل مباراه الاهلي والزمالك، ثانيا البيان اللي اصدره النادي الاهلي. شوف، خلينا نبدا من عند بيان النادي الاهلي، وهو محق تماما في اصداره لبيان بيطالب فيه بمعايير واضحه جدا وطبيعيه جدا اتفق الجميع عليها، واستبشرنا خير انه الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي اتحطوا في البوله وانت بتعمل جدول المسابقه الاهم الايجيبشن ليج، لابد ان هو يصل لمرحله الارتقاء، ومن ثم اعتقد انه كان لابد من هذا البحث، وده اللي رعاه النادي الاهلي في اول جمله في البيان لما قال انه الدواعي الامنيه ومصر الغاليه على الكل بدون مزايدات يجب ان تكون هي القبله، هي الاحق. نقطتين، ولكن هل هناك بالفعل ما يسمى بلغه امنيه فرضت على التأجيل وعلى اللجنة الخماسية؟ إذا كان هكذا موضوع، يعني لماذا تم التأجيل بعد منتصف ليل الثلاثاء؟ أكثر من سؤال طرحوا نفسهم. ثم ما هو المدلول الواضح والصريح لأن الأمن المصري طلب ودي مهمة قوي، طلب تأجيل المباراة؟ الأمن لا يطلب تأجيل مباريات، الأمن يستمد الداتا ممن يدير كرة القدم، بمعنى أنه قد يكون هناك من أكد للأمن أن ثمة احتقان، أن هناك يعني ما يحدث بين بعض الجماهير هنا وهناك من مناوشات، أن هناك كلام بيسخن الحكايات، لكن الأمن حين يسمع هذا ممن يدير كرة القدم ويعي ويعرف أن مطلبه هو التأجيل، مين بتاع كورة فينا؟ اتحاد الكورة، اللجنة التي تدير وليس الأمن. الأمن المصري لا يمكن تحميله كل ما يمكن أن يكون من مسؤوليات. استبشرنا خير، تاني بقولها لحضرتك وكل الجماهير، بلجنة بمعايير من الفيفا وباختيار من الفيفا. ليه؟ علشان تروح جايبة ورقة ومعرباها، يعني ورقة ومترجماها، يعني أن تكون هناك حالة أمن الملاعب، لكن غاب المنسق الأمني فغابت معه كل ما يمكن أن يطلق عليه تواصل مع الأمن، بمعنى حين كان هناك. على فكرة في بداية اتحاد الكرة كان هناك دائما مدلول للاختيار في عصر الهواية، ربما كان الظهور الأول للرجل العب في اللسان طاهر اليد حرب الدهشوري بدون ألقاب، كان وجوده في اتحاد كرة القدم وقتها لأنه ممثل وزارة الداخلية، ممثل الأمن المصري، وكان أيضا على نفس الطاولة ممثل للقوات المسلحة. أتصور أنه كعضو مجلس إدارة ربما كان اللواء فاروق أبو العز، بالإضافة لوجود اللواء محمد خليل الديب رحمة الله أحد أهم القيادات العسكرية واللواء أبيل، وزي ما أنت عايز تقول بقى أقول، ثم ممثل لوزارة التربية والتعليم أو لوزارتي التربية والتعليم العالي والتعليم العادي، وأعتقد أنه كان ربما هو وزارة واحدة وقتها. ليه بقى؟ كلاهما يعلن ويسمع ويسمح بتداول الخطاب الأمني، كيف ستؤمن المباريات؟ كيف ستكون حالة الأمن يوم المباراة؟ مسؤول القوات المسلحة كان موجودا لأن هناك لاعبون يؤدوا الخدمة الوطنية وآخرون على وش تجنيد، وهناك منتخبات وفرق، ومن ثم أيضا ربما تحتاج أنت كصانع كرة قدم من قواتنا المسلحة وهي على طول عهدها
لديها الكثير مما هو لوجستي وما هو خدمات جليلة لاستخدامها، منشآت كانت أو. ومن ثم التعليم أيضا. لماذا؟ لأن هناك دوري مدارس، هناك ناشئين وشباب، هناك دوريات للجامعات أيضا، يجب التنسيق. وبالتالي في وجود هؤلاء الممثلين كان الأمر رغم أنها حالة هواية كاملة، اللهم إلا بعض يعني المكافآت هنا وهناك ورواتب يعني لا تسمن ولا تغني من جوع زي ما بيقولوا بحجم الكرة وقتها. ومن ثم حين دخل عالم الاحتراف استمرت الحالة، استمرت مع أفراد سواء مرشحون أو من العاملين في اتحاد كرة القدم للتواصل مع الأمن. يذهب مثلا اخر، خلينا ناخد المشهد الاخير، قال له ثروت سويلم والمهندس هاني ابو ريده كرئيس اتحاد ومدير تنفيذي وهو رجل شرطي بالدرجه الاولى، كانوا يذهب اما لمكتب السيد الوزير او لقطاعات امن مختلفه، يعني الامن الوطني والامن العام، لبحث فكره ماذا سيقدم اتحاد الكره للامن من مدلول عن المباراة. يعني اتحاد الكرة بيقنع الجهات الأمنية بإقامة المباراة في حالة أن الأمن قال أن احنا ممكن نأجلها، ولدي خطة، أو يقول له لا يا فندم هنلعب وكذا وماذا ونستطيع أن نقيم المباراة في وجودكم. طيب ممثل الجيش أيضا وإلى مقربة كان هناك اللواء صفي الدين بسيوني واللواء محمد علي، حتى لو عملوا في قطاعات مختلفة بعيدا حتى عن طاولة المجلس برضو كانوا يذهبوا فورا لطلب من القوات المسلحة باستخدام أحد ملاعبها المؤمن جدا جدا برعاية جناحي الأمن للبلاد والعباد، الشرطة والجيش. لما تفقد بقى الحوار ده أنا يعني ما هو ما ينفعش بقى كده تقول لي إنك قاعد جنب التليفون منتظر. الأمن المصري لديه مهمة هي الأهم، ثم ما هذا الخلط بين السياسة والرياضة؟ هو خلط مرفوض قاريا وعالميا، الدين، السياسة، العنصرية، ثلاث أشياء ما تدخلهمش في بعض. لا وجود أساسا لفكرة أن مصر ربما لديها بعض الأزمات الدولية فيدخل هذا في مشروع كرة القدم، لا 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 خالص، دول مش متلازمتين أبدا أبدا أبدا. وبالتالي انتظر طويلا الأمن أن يعلن له كيف ستكون الترتيبات لمباراة القمة، لكن لم يحدثه أحد، اللهم إلا إذا كان ما علمناه أن الحديث كان كالآتي: هناك شحن يا فندم وكذا وماذا، وبالتالي عايز إيه يا عمر؟ مين اللي طلب يا فندم؟ معلش يعني حضرتك الحتة دي مهمة جدا، مين اللي قال في شحن يا فندم وطلب؟ المؤكد مسؤول كرة القدم. يعني مسؤول كرة القدم هو اللي حضرتك، يعني احنا بنتخيل مع بعضينا طبعا، احنا مش بنجزم ان حاجه حصلت بالظبط، لكن هي سيناريوهات. بالظبط كده حضرتك، يعني هو قال ان يعني هم اتحاد مسؤول اتحاد الكره قالوا ان الامن ان في ليه بقى؟ لانه ما لا يمكن اعلانه هو اسرار امننا طبعا، لكن طبعاً. ما يجب اعلانه هو راي الامن. الامن لو كانت هناك مخاطبه لظهرت، ما حدش بقى قال يقولوا لنا ليه بالظبط. طب هل في حاجه ظهرت فعلا؟ لا ما هو حضرتك اعلامي، انا بسال حضرتك ومحدثك اعلامي. لا حضرتك صحفي كبير وراجل ناقد، ممكن تكون عندك معلومات أيضا اكتر مني، ثقافه وكذا. هذا ما لدينا من سيناريوهات والادله على مش صحتها لكن على وجودها على الاقل هي فكره التاجيل بعد منتصف الليل، ما كتبه زملاء كبار في المهنه من نفس يعني او كانوا على نفس التردد، لو اعتبرنا انه يعني التردد زي القنوات على نفس التردد، بيقولوا يا جماعه من الذي قال انه الامن؟ الامن يعني يستخدم ما هو رسمي، لكن في نفس الوقت حتى حين تطلق صيحه يعني زي ما قالوا ان الانديه صديقي يا زميلي يا عزيزي يا نادي يا تبعي، ها هو اللي بيجيب الموافقه. هو انت جاي الساعه 12:30 بالليل تأجل مباراة القمة، الديربي العربي الأفريقي المصنف عالميا، ولا تعي أن كل صحافة العالم ووكالات الأنباء ستنقل أنه أجل لدواعي أمنية؟ يا راجل إحنا ما بنصدق أن إحنا نصدر صورة مختلفة تماما من مهرجانات وإيفنتات في كل مناحي الحياة. سؤال مهم، نيجي إحنا عند دي ونحط العربية. طب وبطولة أفريقيا اللي جاية وماتش الزمالك اللي جاي
يعني لما احنا حضرتك نقول ان الماتش هيتاجل لدواعي امنيه، طب احنا ازاي هننظم بوضوح شديد؟ لا احد يستخدم الامن، ما حدش هو الواصي على الامن المصري. الامن المصري، وباكدها تاني لحضرتك ولكل الجمهور اللي بيتابعنا، الامن المصري ذو بأس شديد، هو امن احترافي، هي سلعه مصروف عليها، مكلفه، المصريين طواعيه يوافقوا عليها، وكلنا شايفين حجم الامن والامان. اما فكره ان تصدر للامن انت في تخصصك، انت ان انت مذيع فبتقول له انا مش هقدر اذيع النهارده لان شلتوت لو جه ممكن يقلب الطاوله، ممكن يكسر المايك، ممكن طب عايز ايه يا عمر؟ تقول له طب بلاها بقى فقره شلتوت يعني لو ينفع سيادتك. نأجلها كده من خلال الحلقه الجايه اللي بعديها. لك ما لك بقى وعليك ما عليك. وبالتالي زي ما قلت لحضرتك ارجع تاني لكبار يعني كتابنا، وعشان كده ما قلتلكش نقادنا لانه مش في فصيل واحد اللي كتبوا، لا الذين كتبوا مستائين من وضع جمله دواعي امنيه، هم كثر من اهل الراي. وبالتالي لا علينا ان احنا نسمع، اما يعني تخرج عليك اصوات الحقيقه يعني فيقول لك نحن بصدد توجيه بيان مقابل بيان النادي الاهلي او كذا، او ننتظر عوده السيد عمرو الجنايني من رحله عمل خاصه. فيعني للامانه اعتقد انه الحاجات العبقريه دي هي يعني الحل في انك تليفونات. انت تستطيع ان انت تجلب الراي والراي الاخر وتخرج به قرارات عبر ما يسمى كول كونفرنس، والتراجم في الاشياء دي كثيره يعني. وبالتالي لا اعرف يعني السيناريو الاخير او كلمه النهايه كيف ستكتب. الحقيقه نحن نحتاج مراجعه عاجله جدا جدا جدا. صوره مصر، لو حد بقى بيتكلم عن مصر، صوره مصر تستحق ان نحجز لها مساحات عريضه جدا بعناوين طيبه تستحقها المحروسة وموجودة على الأرض المصرية، أن مصر في أمن وأمان، وما دون ذلك هو حق أصيل للأمن. بس في الحالة دي بيعمل إيه بقى؟ بيخرج للإعلان. حدش قال عايز منه تفاصيل، لكن عايز منه دليل. هو اللي قدمه لي؟ لا طبعا، إدارة كرة القدم هي اللي تقول يا جماعة جاءنا البيان التالي، تفضلوا شكرا. ومع هذا، مع كلمة أجلة تأتي بعدها فورا كلمة سنلعب يوم كذا. لكن فكرة التأجيل على عويناته كده فكرة مش بس غير مستحبة، فكرة مكروهة ممجوجة، لا يمكن أبدا السماح بتداولها مرة أخرى. ليه؟ لأنه الدوري المصري كنا نأمل أنه مع هذا الموسم اللي أنا بقول ما هوش استثنائي بمعنى أنه يعني محتاجين فيه أشياء استثنائية، لا هو بداية، لأن سعر الدوري ده وأنا قلتها لحضرتك لا طبعا طبعا، عشان كده بقول لك كنا نأمل أنه يكون عامل كده ضوء يوريك بعيد كده أنه الدوري خلال موسم أو اثنين سيدر رقم يقترب من 3-5 مليار جنيه ثمنا للدوري المصري وبدون حصر، لأن الدولة المصرية قررت أن تقطع كل يد تقترب من جيب المصريين. اللي بقوله لك كلام في الصناعة، والصناعة تحتاج حماية، والحماية هي الإعلان مبكرا عن جدول يتم الالتزام به، عن إيفنتات اللي هي الماتشات لا يمكن أبدا التراجع عنها إلا بجاءنا البيان التالي. طالما ما جاءناش البيان التالي لابد أن نبحث عن السيناريو الحقيقي. أستاذ عصام، كلام بيتردد كتير في الفترة الأخيرة إن الاتحاد المصري لكرة القدم أو اللجنة الخماسية اللي بتدير الكرة المصرية أو المشرفة على الكرة المصرية هتتم دعوة الأندية في الفترة اللي جاية علشان يحلوا الأزمة اللي موجودة في الوقت الحالي، هل حضرتك شايف إن ده حل؟ يعني دعوة علشان يخرجوا يعني إن هو دعوة ما دمت أنت اللي بتوجه لي دعوة إن حضرتك تفضل عندي في البيت اللي هو الاتحاد المصري لكرة القدم عشان نقعد قعدة عرب ونتكلم ونشوف هنخرج إزاي من الأزمة الأخيرة دي. ما ينفعش حد يخرج منها، على اتحاد الكرة أن يفرض ما هو رؤية تستحقها الكرة المصرية التي هي الآن موجودة قاريا وعالميا بشكل مكثف جدا. لاحظ أن لديك نجوم محترفين، لاحظ أن لديك أهم كلاسيكو في المنطقة ومصنف عالميا، واحد من أهم الدربيات. والدليل أنه حين أجلت المباراة خرجت كل صحافة العالم تقريبا حسب المساحات بقى عربيا شرق أوسطيا
قاريا في افريقيا واسيا، ربما عالميا مساحات اقل، لكن الكل تحدث عن تغييب لقاء الديربي الاشهر في المنطقه لدواعي امنيه. احنا بقى ممكن نحجز مساحات في صحافة وإعلام العالم علشان نوري مصر الآمنة المستقرة. هي حالة حقيقية؟ والله العظيم طبعًا. حالة حقيقية طبعًا حالة حقيقية. وبالتالي يا أخي أنا عايز أقول لك حاجة، حتى لو كان حجم الشحن لابد أن تكون لديك رغبة في تنفيذ ما وصلنا إليه مما أطلق عليه الطلبات النيابة العامة التي هي طلبات الفيفا، لكن شوف سابوا الكرة لما تبقى طلبات النيابة العامة لأنها محامي الشعب وبنشكرها لما قالت على فكرة هم ترجموا العالم بيحصل فيه إيه، بيحصل فيه كاميرات، بيحصل فيه قانون رياضة، بيحصل فيه قانون شغب. يعني طبعا شفت الناس قد إيه دخلوا في الصناعة عشان يحموها، لأن النيابة العامة هي محامي الشعب. والأمن المصري على عكس كل أمن في العالم لا يمكن أن يكون موجود عند البوابات وعند التذاكر، بالعكس هو بيكون في محيط الملاعب، في المساحات حول الملاعب بالمناسبة يعني، ودي منظومة دولية على فكرة. ومن ثم يبقى في شركات أمن مدربة بتفوز بثقة صناع الكرة والمستثمرين فيها، وإحنا جايين بقى لفكرة الاستثمار، حين تكون يعني لديك رغبة في أن يأتي إليك مستثمرين، ماذا ستتحدث معهم أو في ماذا ستتحدث معهم وأنت تؤكد أن أهم شيء في الصناعة اللي عايزين يستثمروا فيها وهي كرة القدم أو الرياضة عموما بتلغى بدواعي أمنية، على الرغم من أن لا يوجد جاءنا البيان التالي وأن الأمن يرى أن هذا هو الأوجه للمصريين. تعليق حضرتك على أن الأهلي دايما هو اللي بيعمل مشاكل وهو اللي بيفتعل الأزمات وهو اللي بيضع العراقيل، رايح رايك ايه في الكلام اللي بيطار؟ علشان الكلام ده يعني ايه، تيجي نروح معلش تيجي نروح مع الكلام ده، تعال نروح ونثبت للناس بقى يعني مين اللي بيضع العراقيل ومين اللي بيصنع الازمات. قبل ما نثبت لهم تعال نروح ورا الكلام ده، اذا كان الاهلي بيعمل كده عقبه بموجب قوانين ولوائح وكذا، بس قولوا لنا هو ايه الموضوع يا اولاد؟ يعني الست الطيبه في الشارع كده او في المنطقه المصريه زمان تقوم يا عيني تلاقي لوشه ودوشه فتقول لك ايه هو ايه الموضوع يا اولاد؟ فاحنا هيقولوا لنا طيب ايه بقى اللي بيعمله من عراقيل؟ ايه اللي بيعمله من مشاغبات مشاكسات معاكسات وكذا؟ لكن انت كمان حين تهيئ نفسك للغد ما يبقاش الغد ده اوبن بوفيه، يعني ما تجيبليش شباب لا يتعدى اعمارهم 30 سنه وتقول لي هذا هو التجديد، اين الخبرات يا جماعه؟ فين الخبرات؟ حتى يخرجوا هذه المنظومة الشابة يعني. وبالتالي يا أخي أنا يعني تحدثت مع مسؤول شاب يعني فضلت أكلمه 14 مرة مسجلة على يعني هاتفي الجوال إن صح التعبير يعني، فكتبت له كده الرد على عباد الله صدقة. يعني حضرتك كلمت بعد 14 مرة ما ردش عليك؟ أنا بقول لحضرتك أهو، فلما كتبت له الرد على عباد الله صدقة راح رد عليا أنا في اجتماع بقالنا 3 أيام على ما يبدو الاجتماع طول. طب لحظة بس، ممكن يعني مسؤول في اللجنة الخماسية ولا مسؤول في اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة؟ وبعدين تلاقي الردود من نوعية ايه؟ بعد ما تقول انت رد مثلا يصلهم من نادي، وفي الحالة اللي احنا فيها النادي الاهلي يقول لك ما هو الامن ما قالش، وما قال له ايه؟ ها هو انت مش عارف انه الامن انت اللي المفروض تجيب الموافقة؟ هو احنا بنعمل لبعض يعني زجزاج ولا بنقول عن قواعد؟ لو هو اللي لازم يجيب الموافقة ما قلتلوش ليه من اسبوع؟ حضرتك عندك موافقة ولا ما عندكش؟ لكن انت بتفاجئني. ثم حوار اخر، ماذا ستفعله مقابل بيان النادي الاهلي؟ يقول لك احنا لما يصلنا شيء رسمي، الحقيقة لما يصلنا شيء رسمي هنبقى نرد. يا جماعة احنا مش بلدين، احنا بلد واحدة، ما تقوليش لما يصلني، فلما يصلك فتبدأ تفكر انا ارد اقول ايه. لا، الحكاية مش لعبة مصارعة الذراعين او الريست بالمعنى الدارج يعني، موضوع لازم يكون له أول من آخر يعني، كما تبدأ حروف الكلام بالألف لازم تنتهي نهايتها بالياء. وبالتالي المسألة محتاجة مراجعة، لا تشكيك في أحد، ولكن لازم الناس تقف على رجلها عمر، لازم الناس اللي بتدير كرة القدم تعرف أن هذه الصناعة يمكنها تحويل فعلا مسارات كثيرة جدا، من سياحة رياض، من خلق فرص عمل للشبان إداريين، بس مش هقول لك بقى مؤهلين وكذا، بمرتبات تقترب من 5 ل 7 8 آلاف جنيه، قرابة 1,000,000 فرصة عمل كل موسمين مثلا بمنصة كذا وماذا.
يعني لا 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 الموضوع كبير قوي، الموضوع يستحق العناية، الموضوع يستحق الدراسة، الموضوع يستحق المزيد من تدويل الحكاية. أن نصبح زي ما السيد الرئيس قال حين فزنا بتنظيم أو أنقذنا أمم أفريقيا بقى بدقة 2019 وعملنا مونديال كما قال رئيس الاتحاد الدولي، نظمناها وأعلن السيد الرئيس مش شبه العالم، مصر زي العالم، فأقيمت بطولة زي العالم ثانية مرة للفان ايدي بعد روسيا وهو مونديال يصعب تكراره كانت في مصر. الحجز الأونلاين اللي كانوا بيخوفوا الشباب منه حدث بالفعل يا صديقي العزيز. أيضا حتى القناة الوطنية تايم سبورتس قطعت إيدين كل الحصري اللي بترمى فيه مال أسود كثير والكل يعرف، ومن ثم بات لدينا فعلا ما يجب أن نحافظ عليه، صناعة اسمها كرة القدم أهم مصانعها هي الاستقرار وعدم تغيير قواعد لا اللعبة ولا مواعيد المنتج. ما هو مش ممكن أنت تكون شغال في الحليب والحليب معروف أنه صباحا ومساء لابد أن يتناوله أفراد الأسرة، فتيجي في يوم تقول قدامنا ثلاثة أيام لما إزاي يعني فلتغلق بقى مصانع الحليب، وهكذا وهكذا وهكذا. وتصدير فكرة الأمن ده شيء لا يجوز، والأمن يصمت لأنه لا يريد زيادة مساحة العركة. أنا بقولها لك هو بالبلد. طيب لو تحرك عايزين نجاوب على السؤال الأهم، من يضع العراقيل في دوري المصري الممتاز وفي كرة القدم؟ هل الأهلي هو من يضع العراقيل وبيحط العرض في المنشار زي ما الأغلب اللي بيطلع على الساحة الإعلامية اللي هو مفروض للأسف أنه يكون يعني منبر إعلامي شريف ومنبر إعلامي يكون فيه مصداقية ومنبر إعلامي فيه توازن ما بين كل الكلام اللي بيقوله، بيطلع يقول الأهلي دايما بيضع العراقيل وبيحط العودة في المنشار والبلد والدواعي الأمنية؟ وهربط لحضرتك الكلام ده للمقال اللي كتبه الأستاذ عبد اللطيف المناوي، كتب النهارده في المصري اليوم طبعا. طيب حضرتك النهارده كمان الأستاذ عبد اللطيف المناوي في المصري اليوم كتب مقالة بعنوان لدواعي أمنية، فعايز أعرف حضرتك يعني هنتكلم عن المقالة لكن العراقيل مين اللي بيضعوا العراقيل فعلا علشان يفتعل ازمات؟ هل الاهلي زي ما البعض بيقول زي ما احنا قلنا عايزين نوضح اكتر، ولا القائمين على الكره هم اللي بيضعوا العراقيل؟ الوحيد اللي منوط به ان يقول شيء ويثبته هو من يدير كره القدم. من يدير كره القدم؟ هم مش بيردوا الاتحاد او هم مش بيردوا اللجنه الخماسيه. وعشان كده يبقى في كلام كتير قوي لما يرجع السيد عمرو الجنايني، لانه هتقول له يا صح. لا هقول له ان ما فعله من تركتهم هنا يساوي زيرو. لا يمكن ابدا هذا الاختفاء الغير مبرر، لا يمكن ابدا اعتماد وفقط على مخاطبات اللي هي بينج بونج ترد لي الكره وخلاص، لا عايزين حد يكسب النقطه. عشان كده لما الاستاذ المناوي كتب انا بقول لك انه هذا الرجل يتحدث سياسيا، صح ولا انا فاهم غلط؟ يعني انا ممكن اقرا حضرتك جزء، اقرا لنا جزء لانه يعني حتى بالالتباس بتاع سد النهضه، مال سد النهضه؟ ما هو بالظبط هو كتب كده، كاتب طبعا تتحرك الدوله لاجراء الاصلاحات الاقتصاديه وتسعى لتحسين البيئه الاستثماريه بتعديل قوانين الاستثمار والدعوه لمؤتمرات لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات خاصه مع الارقام. يعني هو بيتكلم على ايه؟ حجم الاستثمارات البلد شغاله فيها وبتسعى فيها، العمل اللي شغال تضخ في كل حته ده وفي كل محافظه. بيقول حضرتك يبقى ولكن تفاجأنا جهات مفترض انها جزء من جسد الدوله، المفترض ايضا انه جسد واحد، تخرج علينا باجراءات لن تجد من يقدرها وأشكرها عليها من غير المتربصين للدولة واستقرارها. أكثر الحجج التي تساق لتبرير هذه المواقف هي الدواعي الأمنية. طبعا يعني بعد كده كتب طبعا كلام كتير جدا، لكن حضرتك فهمت المقصود من المقالة، هو إن هي الحجة هو الغير مبررة. قلت لك أنت لا تريد أن تأخذ قرار، فالأسهل دائما أن دواعي أمنية، أن تمرر الكرة بلغتكم يعني يا أهل الكرة، أن تمررها لإيه؟ للأمن. يجيب بقى جون يتعادل فانت تقول ايه يا عم انا ماليش دعوه انا نفضت هدومي؟ لا لا. طب انا ممكن اروح لك على اخر سطر وكتبه، هو خاص بالجزء اللي حضرتك اتكلمت عليه وقلت احد اهم العناصر التي تستخدم في تلك الاجواء هو ذلك الارهاب، الاتهامات الكبيره المشرعه كاسلحه في معركه مفترضه حول مباراه كره قدم لم افهم حتى الان ما علاقتها بسد النهضه. ما انا بقول لحضرتك ما هو ده من ضمن الالتباسات اللي حاصله يعني. يعني
الكلام ملوش دعوة أصلا بالكرة، لكن فعلا نحن نريد ردود واضحة، نحن نريد مش خريطة الطريق بقى، نحن نريد استكمال ما تم الاتفاق عليه أن هناك دوري. أعتقد أنه على ما أذكر قيل لنا أنه باليوم والساعة والثانية، صح كده؟ ورئيس الاتحاد طلع مسجل صوت وصورة في أحد البرامج قال ولا مباراة تتأجل. أنا بقول لحضرتك أهو، وبالتالي لابد من مش إيضاح، من رد سريع، لابد من تعديل الجدول ليعود لمساره الطبيعي، لكن أن تؤجل الرد وتؤجل الرد وتؤجل الرد، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ هل تنتظر مزيد من التنافس؟ ها؟ هل تنتظر مزيد من الاحتقان اللي انت اشرت ان في احتقان؟ طب انت بتقلله كده ولا بتزوده؟ بزوده. على فكرة اذا دخلت الجماهير، وخلينا نقول بوضوح شديد الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، مهما كان من احتقان هو ماتش والتاني، بس طبق القواعد، طبق قانون الشغب، المركون جانبا ركن في بارك والبارك قفل والامن بتاع البارك لسه مرجعش لغاية دلوقتي، طبق الكاميرات، طبق وجود الكاميرات، طبق المشجع اللي لازم لو عمل حاجة يعني يصل الأمر الوانتد دي، شفناها في دوريات أوروبية من 20 لـ25 سنة سابقة، مش هقولك من صح قريب صح، اللي هو ده ما يخشش تاني خلاص. شفنا رئيسة وزراء عدلت، مارجريت تاتشر عدلت مسار الكرة الإنجليزية بعد أن يعني قاربت على أنها تبقى كرة قدم سيئة السمعة. وبالتالي لا، احنا محتاجين قرارات حاسمة سريعة ممن يدير كرة القدم، مش هقول من الدولة المصرية، لانه في الاخر انت بصدد احتراف، والاحتراف يعني انه حين تكون مسؤول اتحاد الكرة عليك ان تدير هذا المصنع، لان احنا قلنا صناعة واستثمار على افضل ما يكون، لانه هنحاسبك كسبنا ولا خسرنا، هنحاسبك عملنا ولا ما عملناش، حتى في الأغلب الأعم من اختياراتنا انت داخل على تنظيم أمم أفريقيا للشباب، ماذا أنت ها قائل لضيوفنا الأعزاء اللي جايين؟ ماذا أنت قائل لسواح عرب كثر كانوا بيستعدوا ها لفترة بداية الشتاء في المحروسة العظيمة دي؟ ماذا سيكون ردك على فكرة الشارع غير آمن بين المصريين وبعضهم؟ استاذ عصام، هل حضرتك مع الانديه اللي قالت ان انا عايزه مبدا تكافؤ الفرص يكون موجود بين الانديه بينهم من بعضها، ولا حضرتك ضدها؟ دي مش محتاجه معلش سؤال، خلينا برضو نيجي على حضرتك شويه معلش. عمر دي مش محتاجه سؤال يعني مش محتاجه هل انت مع لا ولا ايه رايك في ما انا مش عايز اقول ايه، مش عايز اقول حضرتك اكيد مع، عشان برضو ادي حضرتك فرصه. مش انا بس، مش انا طبعا بس طبعا طبعا صح، ما انا عشان كده عايز اسمع الكلام يعني من حضرتك. دي فطره الكره، دي فطرة الكرة، أن يفطر عليها كل أهل الكرة. حكم على اللعبة الواحدة يا رجل. طيب عايز اسالك سؤال عشان كتير بيسال، واحنا ليه بنتكلم ونقول الماتش اتاجل والاهلي مش هيلعب قبل ماتش الزمالك، وان الجونه ما ينفعش نلعب الخامس قبل الرابع؟ المشجع يقول لك طب هو استقرار البطولة وانها تكون بطولة منتظمة ده هيرجع علينا ويفيدنا بايه؟ مين بقى اللي قال؟ المشجع المصري اللي بيتكلم وبيتفرج وبيشوف. المشجع فاهم قوي، المشجع معلش عارف ما احنا عايزين دي سخونة الاحداث تمام، اللي هي التشويق اللي بيدفع فيه ثمن التذكرة. لكن لان ما حدش بيحاسب حد وما حدش بيسأل انتوا بتلموا تذاكر ولا لا، وتدخلوا الناس ببلاش ولا لا، والبوابات بتشتغل ولا لا، وفي شركات امن بجد ولا لا، وشركات الامن دي بتسافر تروح تشوف ماتشات اوروبا ولا لا عشان تعمل زيها. اسهل حاجه بقى احدف عند الامن العام. انا لسه راجع من ماتش برشلونه واشبيليه الكام في نص عصام حاجه، ما انا بقول لحضرتك مش عايز اقول لك يعني حاجه. احنا مش بعيد قوي يا عمر، لا لا خالص لا طبعا يا عمر اتعمل، لا لا طبعا ما انا عشان كده بقول لحضرتك الموضوع سهل جدا وبسيط. ليه اتعملت؟ لانه كان هناك من يؤكد انه لن يمر الا القواعد الرولز زي ما بيقولوا الاجانب، من غيرها ما حدش تاني هيفتي، ما حدش هيتكلم، وبالتالي هتعود عليه بالاثاره ومزيد من الاستثمار زي فيلم السينما. ايوه الناجة. انا عايز اخد الحته اللي حضرتك قلتها دي، الاستثمار يا سيدي الفاضل. لماذا ها ينتج منتج عمل سينمائي فيكسب، بينما كره القدم لا حسيب ولا رقيب،
واحذر من حاجه حضرتك وكل الجمهور اللي بيتابعنا، ان كل حاجه يقولوا حتى لو الاهلي دخل في عركه مع اتحاد الكوره، هو انت رايح تستدعي عليه الدوله ليه؟ انت هي الدوله مالها؟ هو في الكوره الاسبانيه ممكن يروحوا لرئاسه الوزراء مثلا ها في موقف حوالين جدول الدوري فيقولوا الحق يا رئيس الوزراء او الحق يا وزير الداخليه او الحق مثلا للسيد الرئيس او للملك او الملك او الامير. لا يا عم مفيش الكلام ده. طب حضرتك عرفت الكلاسيكو اتأجل ازاي؟ انهي كلاسيكو؟ ريال مدريد وبرشلونه؟ لا ده موضوع تاني. لا عشان حضرتك بتقول هل في دوله ممكن تروح لرئيس الوزراء طبعًا تدخل لا القصه؟ مش قصدي ده، انا بتكلم على الناس بره عشان نقول للناس كلام حق. تمام، هو اقليم يطلب الانفصال يا عم. لا 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 انا بتكلم على الماتش اتأجل ازاي؟ رابطه الليجا الاسبانيه بعتت للناديين قالت لهم اتفقوا على ميعاد، احنا بنخيركم ما بين ثلاث مواعيد مثلا، فلو ما اتفقتوش على ميعاد لحد تاريخ محدد ومعين احنا هنحط لكم التاريخ. ما هو ده الطبيعي، ما هو صعب الشغل ده رد ما رجعوش ما مثلا قالوا ايه احنا نشوف وزاره الداخليه. ما هو ده صعب الشغل لانه الاهم من كل ده بقى. صح، اقول لك انا بقى الاهم انه لما قيل ها استبدال الماتشين الكامب نو يروح البرنابيو وبعدين نبقى نرجع، لا يا حبيبي لا لا، هكذا المسابقه، الدور الاول في الكامب نو يبقى في الكامب نو سيادتك حضرتك يا فندم. وبالتالي لا يا جماعه ها ومراعوش قالوا الحقيقه دوله برشلونه مارق الحقيقه دوله والاقليم عايز ينفصل والدوله مدريد كمان متعاطفين معاهم، قالوا ما دام برشلونه مش عايز احنا كمان مش عاوزين. ايه يا عم في ايه؟ الموضوع مش كده خالص، لكن الدوله تدخلت متى؟ في فرصه لانفصال اقليم يا عمر. حضرتك متخيل في انفصال اقليم يا عمر موجودة. في انفصال اقليم يا عمر للمره الرابعه اهو، مش في كلام عن يعني سخونه بين جمهورين. طب ما في سخونه بين جمهورين على الجوه ازاي؟ ده مطار اتقفل وناس على الجوه ازاي في الكلاسيكو سخونه الجماهير؟ بقى طبعًا. يخلوا عدد محدد اللي بيروح مع الريال ورايح كامب نو ما بيقسموش بقى الملعب. لا طبعا ما بيقسموش. ليه بقى؟ لانهم معترفين انه في ما قد يعكر الصف. طيب هدي لك نفس ايه اللي انت قلته لي من شويه، تكافؤ الفرص. فحضرتك يا مستر برشلونه وانت رايح مدريد هتاخد 100 ناس مثلا، انا مش فاكر الرقم بالظبط، لا يتعدى الاف حتى ولا الف يمكن اقل. المهم انه حضرتك بتروح هناك ها تاخد معاك 100 ناس، وانا جاي لك اجيب معايا 100 ناس سيادتك، يمكن كمان يقيسوهم بنفس طولهم وعدد الستات من الرجاله وكذا. لا انا بحاول اقول للناس كلام عن الالتزام قد يصل لكده انه حتى فيهم عناصر نسائيه او اطفال او او او. يا اخي ممنوع الاطفال تروح لوحدها المباريات في اوروبا، ممنوع. ده طبعا ممنوع، يجب طبعا ان يكون معه ولي امره الرسمي نظمي فهمي. صح، احنا مش اقل من الناس دي ومش بعاد عن الناس دي، والدوله المصريه يا كابتن عمر وكل جماهيرك مهيئه الساحه لده. اشمعنى احنا بناخد كل حاجه كل في طبقته على احدث حاجه؟ نيجي لغايه الكوره لا حسيب ولا رقيب. على فكره اللي بيستعدوا الدوله على نادي او انديه او مسؤولين ده الدوله هي اللي لازم تحاسبه. حضراتكم بقى ان تقتلنا ايه ان شاء الله؟ هي صحيح لا تستطيع التدخل لكنها يمكنها كما حدث المره اللي فاتت ان تتحدث مع الهيئه الدوليه. ويمكن انا لو انت فاكر بعد بطوله افريقيا وكنت معاك وقلت لك من حق الدول ان تخاطب الفيفا بس تقول لها ايه؟ انا عاوز نموذج دولي واللي عندي ما بيعملوهش. فيجوا الفيفا يشوفوا بنفسه. لكن ما فيش حاجه اسمها حل واربط والكلام ده ليه؟ علشان ما يبقاش ضمن العمل الروتيني، مش عشان الدوله مش من حقها تتدخل. لان هناك صناع كره قدم، هناك رابطه كل واحد فيها بياخد 30,000 جنيه عشان يدير الدوري ده فيعمل مكاسب متعاظمه. احنا مش هنهزر، والساده الموجودين الان على فكره هم محترفين، عارف كده ولا لا؟ طبعا برواتب. طبعا برواتب، ليس عمل تطوعي. وهذا لا بطلها. بالعكس، ده احنا بنطالب وحضرتك بتطالب في كل حته حضرتك بتكون موجود فيها، يبقى الموضوع باجر تطوعي. طبعا تطوعي دي بتاثر على حاجات كتير جدا. ممنوع التطوعي، بتتطوع ليه يا عم؟ التطوع هو للوطن وفقط. صح، ما دون وللوطن فين؟ في حاجه واحده بس، حتى مش في بناء مصنع. صح، ولا غيره، لا في الدفاع عن الوطن، في الدفاع يعني تلعب قلب دفاع وليبرو وديفندر في الجيش. طب ايه اللي هيحصل؟ عشان برضه حضرتك طبعا حضرتك قريب من الاحداث، وحضرتك بحكم عمل حضرتك قريب لكل الاطراف، ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه من خلال خطاب النادي الاهلي وتاجيل مباراه اهلي وزمالك؟ هل في قرار هنسمعه قريب؟ اخشى ما اخشى ما هو الحكايه تقلب قعده عرب. طيب ولو قعد لا اتصور ان النادي الاهلي هيوافق انه يقعد قعده العرب، وليس من حق النادي الاهلي ان يوافق.
انا طبعا بقول مش هيوقف، لكن ما اراه الحل التاني ما يحصل مصر على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ما تم الاتفاق عليه، او حد يقول له ها كلام تاني اللي احنا بدأنا. طب ايه هو الكلام التاني اللي ممكن؟ الكلام التاني ده انه بصراحة شديدة يخرج بيان ان الاهلي كان محق وان هناك سمت شيء خاطئ، اذا كنا عايزين نبرد القضية، وان هناك سمت شيء خاطئ وان الخطأ عند الادارة الفلانية والعلانية داخل المنظومة بتاعت اتحاد الكرة، مش حكايات بقى عشان يجلدوا حد او يعاقبوا حد. وبالتالي الحل هو ان يلعب الاسبوع كذا يوم كذا، زي ما حضرتك قلت على الكلاسيكو برشلونة والريال او ريال وبرشلونة. هذا هو السيناريو. مش اخر الدور الاول، مش ممكن يقول لك احطه اخر ماتش في الدور الاول؟ ازاي يعني؟ ازاي اذا كان ما حصلت الموسم الماضي؟ احنا ملقتنا السعاده، ما احنا قلنا بقى ان الموسم الماضي احنا بقى، ما انا عايز اقول لحضرتك عشان لو حصل احنا الحقيقه فقدنا ناس يعني كانوا هم اللي بيحلوا في الاوقات دي، لكن يعني حاله التسيس والفككان هي اللي وقعتهم. يعني احنا لما نشوف الحاج عامر الحقيقه يبقى لازم نقول له احنا اسفين يا حاج عامر. طب استاذ عصام معلش، هل حضرتك شايف ان يعني حضرتك يعني انا شايف ان حضرتك زعلان جدا من اللجنه الخماسيه، هل حضرتك زعلان من ادارتهم للكره المصريه ولا زعلان من عدم تعاملهم باحترافيه مع وسائل الاعلام والصحفيين اللي هم اصلا شغلهم؟ ما هي شغلهم هي. ما هي هي. انا زعلان لان طموحي معاهم كان كبير قوي، طموحي معاهم كان النقله، طموحي معاهم كان تثبيت ها صناعة كرة القدم بكل معانيها، مش بالأعراف، لا بأنه في منسق أمني، في منسق أمني، في يا راجل ده بيجيبوا ناس مراقبين في المباريات، يخش يعمل يعني مؤتمر صحفي يقول لك قوم أنت، إيه يا عم في إيه؟ وواحد يجي وواحد ما يجيش، حتى الآن لم نلحظ ثم التعديل. والحكاية مش حكاية إن أنت تيجي المؤتمر ولا لا مثلا يعني، ولا يبقى عليك 10 جنيه ولا حتى 10 مليون، لا 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 لا، كل واحد لازم عنده شغل يا عمر، كل واحد لازم شغله يؤدى للآخر يا عمر. ها الدخول المتاح لأي حد في أي حتة في أي حاجة وكذا وكذا وكذا، نحن لا نعرف حتى هل اتحاد الكورة بس الراجل يعني أنا بريدة هو اللي كان أس يعني كل ما يحدث؟ ها إزاي يمشوا اللي كانوا قاعدين على الطاولة وبقيت الإدارات موجودة يعني ما يفهمونا يعني إزاي يعني؟ ما هو برضه احنا محتاجين تطوير. انا مش بقول على البشر، لانه انا برضه في كل حته الواحد بيقول ان العيب ان حد يتكلم في الزمن، احنا بنتكلم على الاداره. وبالتالي لابد من تحديث الاداره دي. اول حاجه في علم تحديث اداره كره القدم ان تجلب نص تنفذه من بلدان كثيره اقل منا جمالا في كره القدم، مش هقول بقى اوروبا وبس. وبالتالي لا، طب معلش راي حضرتك في لقاء السعوديه وفلسطين في تصفيات اسيا الاخيره وتصفيات كاس العالم الاخيره، مش متذكر كاس عالم ولا امم اسيا، ايوه هي رأي حضرتك في وجود الجمهور في فلسطين في الملعب مليان عن اخوه فلسطين بس وفي العراق؟ احنا بس نتكلم على الماتش اللي احنا شفناه كلنا بعينينا من خلال التصفيات الاخيره. ما هو ده الامر الطبيعي، لانه انت مش هتغلط، لانه لو غلطت هتتعاقب. هم مش عارفين ان كل حاجه بقت متشافه، كل حاجه بقت هزار. دلوقتي خلاص كل حاجه تتعرف ومفيش حاجه تقدر تستخبى على حد. مفيش هزار، مفيش هزار، هتغلط هتتعاقب. ما هو فكره انه من يتحمل الغلط؟ قبل ما تقول لي من يتحمل، اذا عمود النور وقع على واحد فكان قرارك انك تبطل امدان النور عشان ما تعورش حد تاني ومش عايزين وجع دماغ، تبقى دي مصيبه. لا لا احطها صح، لكن يجب ان توضع اعمده النور على احدث ما يكون من تثبيت. صح، يجب ان نعاقب الذي ترك عمود النور يقع على البني ادمين. اتفق معاك تماما، وكذا مواضيع. وبالتالي الاسئله ما هياش حرجه ولا بعيده ولا صعبه خالص، ممكن. انما ابعدوا بقى عن فكره شكل الدوله المصريه، مش كل شويه كل حد عطلان او العربيه اللي هي العمل يعني غرز يقول لك ان الدوله هي اللي قالت لي اغرس او دواعي امنيه. ما هي دي الدوله المصريه، مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده. الامن المصري اذا اراد الخروج لحديث، لا هو امن محترف، ايوه عنده لسان يتكلم بيه ووطني. طبعا بمعنى لسان يتكلم بيه ويخرج يتكلم، قد يرى ما لا يراه المواطن طبعا، زي كل امن بيحب بلده في العالم. ومن امتى يا استاذ عصام الامن اتدخل وقال الماتش مش هينفع يتلعب وكل الاطراف وافقت؟ عشان كده بقول لحضرتك ايه، ها بوضوح شديد، اذا كان هو الامن فكان سيترك لنا خطاب، كان سيترك لنا ما يدل على يعني. استاذ عصام
تاني مفيش خطاب امني؟ معلش انا عايز اسمع من حضرتك الكلمه، معلش عشان خاطري. عاوزني اقول لك الاجابه، يعني فعلا مفيش؟ عايزني اقول لك الاجابه. معلش. اذا كان هناك خطاب امني احنا مش شعب قصر. لا احنا مش في وصاية اتحاد الكورة. هيقول لك ما هو الخطابات الامنيه ما ينفعش تكون معلنه. مش صحيح، مش صحيح. اعلنت في مباراه الاهلي وبيراميدز. عشان دي نغمه زي ما حضرتك عارف ممكن حد يلعب عليها. معايا. ماشي. هو ده اللي يتلعب عليه، انه الامن يقول رسمي، وانه بعدها يقول لهم طب وعلى فكره انا قدامي اسبوع ويلعبوا بعده. هنا دي مربط الفرس، ده مربط الفرس. لانه لو الكلام امني بورق كان هيبقى معروف انه لمده يوم. خالد التريبي بيقول لحضرتك يعني ما فيش جثه ما فيش جريمه، لازم يكون. انا بقول لحضرتك يوم يومين ثلاثه اسبوع 10 اسبوعين وقفوا الكره للدور الاول هيقول لنا ده. لكن مش هيسيبها يا اوبن بوفيه، معلش يعني. وحدثت في مباراه الاهلي وبيراميدز. صح حقيقي. صح. مش كان في جواب؟ صح. ايه بقى، ما فيش ورق؟ لا صح. ما فيش فاكسات؟ ما فيش تليكسات؟ بلاش بقى نقول ايميلات والكلام الكبير ده. لا لا، المساله مش كده فعلا. لا احد يمكنه ابدا دحرجه كره من اللهب في اتجاه الامن والجيش المصري. لا 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 لا، الموضوع مش كده خالص. الكوره تحتاج من يستطيع ادارتها احترافيا. الصناعه كده بتهددوها، الصناعه دي لا يمكن ابدا تركها هكذا. مش حضرتك مش ملاحظ ان الناس دلوقتي او مشجعي كره القدم، مش بتكلم يعني مش بتكلم على الاهلي، ولكن انا بتكلم على باقي الجمهور اللي بيتابع يتفرج على كره القدم، حاسس ان هو بقى دايما شاغل نفسه بره بالاحداث اللي بره الملعب والاحداث الاعلاميه اكتر ما يشغل باله بالاحداث اللي جوه الملعب، هل الكلام ده صحيح؟ بمعنى ايه؟ يعني الناس بقت مركزه قوي في الكلام ومركزه في اللي بيحصل وشوف مين قال ايه ومين عمل ايه اكتر ما الفرق ما بتلعب واكتر ما الناس بتلعب. خلاص بقى انت لا تعطيني منتج. فهركز خلاص في حاجه ثانيه تجيب لي بقى فايده او تخليني ان انا اتفرج. انت لم تعاقب حد بيهتف في الملعب او يسب منافسه. انت لا تتحدث عن فكره تذاكر المباراه والجمهور لازم يكون في الملعب وكذا. انت لا تتحدث عن جدول منتظم. انت لا تتحدث عما يجب ان نتحدث فيه، ان احنا بنستعد كل واحد بقى في منطقته وفي سنه وفي مرحلته العمريه بنستعد لمباراه كذا يوم الاحد ومباراه كذا يوم الاربع. انت مش سايب لي المساحات دي. فانت سايب الناس كلها على بعضها. يلا للدولة سندك، وانا اقول له يلا للدولة سندك 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 ثلاثة سندك وهكذا. طب انت مستفيد ايه اللي بتدير؟ اين المنتج الذي ستقدمه؟ طيب رأي حضرتك كناقد رياضي وصحفي كبير جدا في مصر، رأي حضرتك في النقد الرياضي اللي شغال على يعني القنوات الاعلامية اللي بتناقش قضية او بتناقش رياضة كرة القدم بشكل خاص وفي الصحف كمان، يعني هنتكلم على الصحف ونتكلم على القناة التلفزيونية. بص، هناك انحيازات واضحة جدا. تمام. كويس؟ فيما هو فئوي يجوز مع التزام ضوابط المهنة. تمام. التاريخ يذكر كل الأشياء. تمام. لكن في العام يصعب إن أنا أبقى في العام وأكون واخد اتجاه. لا يجوز، وعلى إدارات الإعلام، لأنه الإعلام فروع كثيرة جدا، إن هي تنتبه لده. لا يمكنني ابدا ان اكون يعني فئوي وفي نفس الوقت اتحدث عن العام بنفس الدرجه او بنفس الصيغه. ومن ثم اعراف كثيره جدا زي ما قلنا على اتحاد الكوره، عشان نبقى كمان بننقد انفسنا. هناك نقابه صحفيين، هناك نقابه اعلاميين، هناك اكثر من جهه يجب ان تحاسب. حضرتك دلوقتي قاعد معايا في قناه النادي الاهلي، حضرتك ممكن راجل اهلاوي، طيب حضرتك بتتكلم بعقل صح؟ مش بتتكلم حضرتك وتزايد وتتكلم على تزود في الكلام وتغلط في الناس التانيين وتسخن الدنيا على بعض، طيب ده ليه ما بيحصلش؟ ليه دايما بنشوف الفئوي بدل ما هو يتكلم بما يرضي الله ويتكلم على المفروض يحصل ويتكلم علشان يهدي الفتنه اللي هم بيقولوا ان هي حاصله ما بين الجمهورين، ليه ده ما بيحصلش؟ انا قلت لحضرتك، انت حين تدرك ان للمهنه ضوابط وانك يعني ما هو الاعلام بتبداه دايما في الصحافه، والصحافه هي الخدمه في بلاد صاحبه الجلاله بالكلام الكبير بقى. انت جزء من تشكيل ضمير امه، انت جزء من كلمه العدل وكلمه وهو اسم الله على الارض. اذا لم تراعي هذه الضوابط فللتاريخ صفحات عمر ما بتسيبش حد. صح. وبالتالي انا مش هقول دروس لحد ولا حد يديني دروس كمان، كل وعمله. لكن انا بقى اللي بطلبه زي ما طلبنا من اهل الكوره أن تكون هناك ضوابط ومحاسبة، أن تكون أيضا للهيئات التي
فرض عين عليها أن تراقب وأن تحاسب كل في منحاء النقابات والهيئات وكذا، لازم دي تفعل ده. لابد أولا أنها تعمل تصريف لفيرب إتر اللي هو الفعل المساعد في الفرنسية ده، عشان يبقى معروف ده مين وده مين. يعني يا أخي حتى كابتن خطيب ربنا يديله الصحة، رجل يعني ينتصر على الألم، ياريت لنفسه أو لأسرته أو لأحفاده، ها يعني حبا في جمهور عظيم رفعوا عنان السماء، ها كواحد من أبناء النادي الأهلي يتحدث دائما عن كابر عن كابر ووصلت إليه ومجلسه طبعا، ومن ثم حتى ده يعني لا يحمد، ومحدش بيقول إنه يقول كتر خيره ولا ولا ولا. يا أخي دعوات الشفاء والباقي هو بين العبد وربه. هل ده يمكن أن يكون معقول؟ هل ده ممكن أن يكون صيغة لأن تتحدث عن مرض كائن من كان، بغض النظر عن صفة المشهور وأشهر مشهور كمان؟ استاذ عصام يعني في الاخر بشكرك شكرا جزيلا كالعاده، بتشرفني وبتنورني وبتمتعني برايك يا استاذ عصام. ربنا يخلي حضرتك، ونامل لانه لا زلت لن افقد الثقه في عمرو الجنايني والذين معه بدون القاب، انه يعيد تعديل الصوره اللي قلنا له هنرسمها سوا لبكره افضل في كره القدم. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام. وصلنا مع حضراتكم لنهاية الفقرة الحوارية الثانية مع الناقد الرياضي الكبير والصحفي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. الفقرة الحوارية الثالثة مع زميلي العزيز محمد سعيد، يستضيف فيها واحد من نجوم النادي الأهلي الكابتن شريف عبد المنعم، ولكن بعد التصوير.